ولادنا وبناتنا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مدرسه على الهوا للصف الثاني الاعدادي. النهارده موضوع حلقتنا بيدور في ماده الجغرافيا، وهنعرف فيها ايه هي العوامل اللي شكلت تضاريس وطننا العربي، وايه اللي كون الجبال، الهضاب، التلال، السهول، الوديان، حتى كمان الواحات. هنعرف النهارده اخدكم كده في رحله في اعماق وطننا العربي علشان نتعلم ازاي اتكونت الجبال والهضاب والسهول والتلال والواحات كمان، وايه الاماكن اللي بينتشر فيها تضاريس وطننا العربي. احنا عرفنا من المره اللي فاتت ان وطننا العربي الحدود الطبيعيه بتاعته كلها عباره عن جبال وبحار ومحيطات. ده ادى صفه مميزه لوطننا العربي. يعني ايه ادى صفه مميزه لوطننا العربي؟ حافظ على شخصيه الوطن العربي المستقله. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت في حلقتنا او المره اللي قبليها ساعه ما كنا بنشرح الجغرافيا، ان الميزه اللي تميز بيها حدود وطننا العربي انه سمحت بان الوطن العربي كله يبقى مزيج واحد، مفيش ثقافه مختلفه بيننا وبين بعضينا، كلنا بنتكلم اللغه العربيه، الديانه الرسميه بتاعتنا الاسلام والمسيحيه، كلنا مع بعض كده في نسيج واحد نسمى بالوطن العربي، وده بفضل الحدود الطبيعيه لوطننا العربي. طب النهارده بقى هنتعرف على الجبال والهضاب والاوديه والواحات اللي موجوده في وطننا العربي، وهنتعرف كمان اكتر على عوامل تشكيل سطح الارض بالنسبة للوطن العربي. هو ايه اللي خلى الوطن العربي يبقى فيه جبال او سهول او وديان او واحات او منخفضات في الوطن العربي؟ الجماعة اللي بيدرسوا علم الارض اللي هو علم الجغرافيا قالوا ان في بعض العوامل اللي بتشكل سطح وطننا العربي. تعالوا كده نبص على خريطة وطننا العربي نشوفها كلها لون واحد ولا فيها الوان مختلفة. واحنا درسنا من الصف الرابع الابتدائي ان الالوان المختلفة دي بتعبر عن التضاريس اللي هي اشكال سطح الارض المختلفة. البني بدرجاته ده الارتفاعات، الاخضر بدرجاته دي الاراضي السهلية الاراضي المنبسطة، اللون الاصفر بيدل على الصحاري الاماكن اللي فيها صخور صحراوية. كمان عرفنا ان كل ما اللون البني اغمق اكتر كل ما كانت المنطقة دي مرتفعة اكتر. فتعالوا كده نبص على خريطة وطننا العربي ونشوف هل هي لون واحد، هي اللون مثلا البني، ولا في بني على اصفر وفي مناطق فيها اللون الاخضر اللي هو لون السهول. تعالوا كده نبص على الخريطه اللي قدامنا، هنلاقي ان اللون الغالب على وطننا العربي شويه هو اللون البني بدرجاته، وفي اماكن صحراويه اللي هو اللون الاصفر الفاتح شويه ده، بالاضافه لبعض الاماكن السهليه اللي هنلاقيها الاخضر بدرجاته اللي هتوضح اكتر عندنا في كتاب المدرسة. لما يبقى الكتاب قدامنا كده هنلاقي فيه لون أخضر كده، دي المناطق السهلية. يبقى أنا عندي المناطق السهول اللي بتلون على الخريطة باللون الأخضر، اللون الأصفر دي مناطق متوسطة الارتفاع، أما اللون البني بدرجاته دي المناطق المرتفعة. طب تعالوا نشوف العوامل اللي شكلت سطح الأرض. إحنا بنقول إن العوامل اللي شكلت سطح الأرض في عندي نوعين، عوامل باطنية يعني عوامل جاية من باطن الأرض، وعوامل خارجية. العوامل الخارجية دي اللي هي من سطح الأرض الخارجي. العوامل الباطنيه زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه، في حركات التواءات او حركات التوائيه، حركات انكساريه، حركات بركانيه. انا حابه الاولاد معايا كده يبصوا على البروجيكتور لو هنشغل الكاميرا اللي فوق بعد اذن حضراتكم، نفرق بين الحركات الالتوائيه والحركات الانكساريه والحركات البركانيه على الشاشه اللي هتظهر قدامنا دلوقتي. لو احنا كده باصين هنلاقي انه انا همثل شكل الحركه الالتوائيه للجبال. احنا طبعا متفقين ان احنا كده دي اللي جوه دي اسمها باطن الارض، صح كده؟ واحنا عايشين هنا في سطح الارض، يعني سطح الارض ده اللي عليه الجبال والهضاب والسهول والوديان وهكذا. طيب باطن الارض ده فيه ايه؟ فيه صخور ومعادن، صح؟ طيب الصخور ومعادن دي في حالة غليان مستمر لان درجة حرارة الارض عالية جدا. فايه اللي بيحصل للصخور والمعادن؟ هاخدكم كده وندخل جوه باطن الارض في الورقه اللي جايه ونعرف ايه اللي بيحصل لها. في باطن الارض في مجموعه من الصخور عامله كده، احنا كده جوه باطن الارض جنب بعضها. الصخر ده مثلا مختلف نوع مثلا، وده صخر مختلف تاني، وده صخر مختلف تلاته مثلا، ده نوع وده نوع وده نوع. الارض علشان فوقيها جبال زي ما احنا شفنا كده في الخريطه اللي فاتت او في الرسمه اللي فاتت دي، فالجبال دي بتضغط على باطن الارض، بتقعد تعمل لها عمليه ضغط. فايه اللي بيحصل في الصخور اللي جوه دي؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل. الصخور اللي جوه دي بيحصل لها عمليه التواء، يعني بتعمل كده
عرفت منين؟ وانا ماشي في القطاع ده من الارض كده والناس بتاع علم الجيولوجيا بتعمل اكتشافات، لقيت ان نوع الصخر هنا هو نفسه نوع الصخر هنا لما الارض كانت مستوية، وبعدين لما الارض حصل لها التواء. يبقى الالتواءات دي حركات ايه؟ باطنية. ليه باطنية يا شباب؟ عشان بتحصل في باطن الارض. يبقى دي اول نوع من الالواء، من الانواع او من العوامل اللي بتشكل سطح الارض، الحركات الالتوائية. طب الحركات الالتوائية دي تعمل لي ايه؟ هو ايه اللي بياخد الشكل ده على سطح الارض؟ اللي بياخد الشكل ده على سطح الارض الجبال. يبقى الحركات الالتوائية تعمل لي سلاسل جبلية. يبقى الحركات الالتوائية بتعمل ايه؟ بتعمل سلاسل جبلية. طيب الارض ممكن يحصل لها نوع تاني، او في نوع تاني من الحركات الباطنية. احنا اتفقنا ان الصخور في باطن الارض بتاخد الشكل ده، صح؟ وعملنا ان ده نوع وده نوع وده نوع. طب ممكن يحصل ايه لو حصل ضغط على الصخور ده؟ يحصل عملية انكسار، الصخرة دي تنكسر كده كده يا ولاد، يحصل لها كده بالظبط الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الارض دي بتنكسر كده، بيحصل لها عملية انكسار. طب احنا عرفنا منين ان النوع ده هو النوع ده؟ لان مشينا كده في القطاع ده، الناس برضو اللي بتدرس الجيولوجيا لقت ان الصخر ده استمر معايا في الجزء ده. فبصوا ايه اللي حصل، الصخر اللي في النوع ده هو نفس النوع ده، وده نفس القصة. يبقى الحركة دي اسمها حركة انكسارية. انكسارية يعني جاية من باطن الارض، يبقى دي الحركات الانكسارية. طب الحركات الانكسارية اللي باطن الارض دي تعمل لي ايه؟ تعمل لي برضو الجبال. تعمل لي الايه؟ الجبال، لان انا بقى في عندي قطاع اهو مرتفع عن الارض، فالحتة دي تعمل جبال. طب الحتة المنخفضة دي يحصل ايه فيها؟ تتملي بالميه وتحصل وتبقى عباره عن سواحل، ودي هناخدها لما نعرف ان الجبال الانكسارية زي جبال الشام وجبال البحر الاحمر. يبقى دي الحركات الانكسارية. طب في عندي حركة تاني بتظهر في باطن، من باطن الارض وتطلع لي على سطح الارض وتبان؟ احنا اتفقنا ان باطن الارض عبارة عن صخور وفي حالة غليان مستمر، وسطح الارض فيه جبال وهضاب ومناطق منخفضة زي البحار. الصخور دي احنا اتفقنا ان هي في حاله غليان مستمر. طب تقعد تغلي 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 تغلي، عايزه تنفجر، تيجي تنفجر من هنا ما تعرفش، لان هنا في جبال تحجز الصخر ده جوه. طب تيجي تنفجر من هنا تلاقي فيه ميه، فتبقى سهله تطلع لي كده فوهد بركان وتطلع لي كل الصخور اللي كانت موجوده في باطن الارض دي تطلع لسطح الارض في صوره ثورات بركانيه. طب الثورات البركانيه دي لما تطلع من سطح، من باطن الارض لسطح الارض، هي طلعت خلاص بقى كده بقت سطح الارض، تعمل لي ايه؟ تعمل لي مثلا جبال بركانيه، تعمل لي هضاب بركانيه، على حسب الشكل اللي هتاخده. لو هي خدت الشكل المخروطي ده ممكن تعمل جبل بركاني، لو اخدت شكل بالعرض شويه كده تبقى تعمل لي هضبه زي هضبه اليمن. يبقى انا عندي ثلاث عوامل، دي العامل البركاني او الثورات البركانيه، واخدنا العوامل الانكساريه والالتوائية. يبقى في عندي ثلاث عوامل بتيجي من باطن الارض، حركات التوائية تعمل لي جبال وسلاسل جبال مرتفعة، والحركات الانكسارية تعمل لي برضو جبال زي جبال الشام وجبال البحر الاحمر، وفي عندي كمان الثورات البركانية اللي تعمل لي جبال او هضاب زي هضبة اليمن. طيب دي بالنسبة للحركات اللي بتيجي من باطن الأرض، لأنها حركات باطنية مصدرها باطن الأرض. لكن في حركات ممكن تيجي من سطح الأرض وتغير لي شكل الأرض؟ في حاجة عندي اسمها التعرية. يعني ايه التعرية؟ يعني المكان ده كان فيه حاجة، وبفعل عوامل الرياح مثلا المكان ده حصل له عملية تعرية، اتعرت من الحاجة اللي عليها. فايه الحاجة اللي ممكن تكون عليها ومبقتش موجودة؟ ممكن تبقى رمال، زي مثلا بحر الرمال العظيم اللي بين مصر وليبيا. الرياح بتحرك الرمال دي لانها رمال ناعمه من مكان لمكان عن طريق ثلاث حركات، حركه نحت، حركه نقل، حركه ارساب. النحت لما بتيجي الرياح تنحت في المكان ده، فبتنقل الحاجه من المكان اللي هي فيه لمكان تاني. المكان التاني ده بيحصله عمليه ارساب، يعني الحاجه اللي اتحركت من هنا تم ارسابها في المكان ده. يبقى انا عندي حركة تعرية هوائية، دي اللي بتحصل بفعل الرياح زي حركة البحر الرمال العظيم اللي بين مصر وليبيا. وفي تعرية مائية. يعني ايه تعرية مائية؟ يعني ان هنا كان في حاجة
في النهر مثلا واتنقلت، برضو بتحصل لها 3 مراحل، عملية نحت، عملية نقل، عملية إرسال. ال3 مراحل دول النهر مثلا ممكن ينقل صخور. يعني ايه النهر ممكن ينقل صخور؟ احنا عندنا النهر بيمر ب3 مراحل، مرحلة بس دي مش عليكم، بس انا عايزة يعني اوصلها لكم. مرحلة الطفولة لسه النهر فيها بيتحرك ببطء لانه لسه المنبع، وبعدين يبدأ مرحلة الشباب بيبقى النهر فيها سريع جدا، بيبقى في مناطق الشلالات، وبعد كده في اخر مرحلة خالص مرحلة الشيخوخة اللي هي بتبقى الاودية بقى، خلاص النهر هيصرف كل اللي معاه. طب ايه اللي بيحصل للتعرية المائية دي؟ ان النهر في حالة الشباب يعني حالة الثورة الكبيرة اللي فيه بينقل كل اللي معاه، صخر بقى وجلاميت، الحاجات اللي بتبقى في قاع النهر، من مكان يرسبها في مكان تاني. طب هو ماشي كده بينقل في الصخور اللي جوه النهر وبينقل في التربة، يجي يعمل عملية ارساب بقى في الاخر عند الاودية، نلاقي المناطق اللي جنب الأودية دي على جانبي النهر بتتميز بالخصوبة الشديدة جدا، لأن النهر هنا عمل عملية إرساب لكل ما يحمله من طمي، من جلاميت، من وإلى آخره. فالطمي ده آخر حاجة بتنزل أصلا في للنهر، فبالتالي المناطق اللي حوالين الأودية دي بتتميز بخصوبة التربة. يبقى أنا خدت نوعين من العوامل الخارجية، وهي التعرية المائية، تعرية الصخور ومن الأنهار، والتعرية الهوائية اللي بتحصل فيها عملية نقل بفعل الرياح. ده بالنسبة لعوامل تشكيل سطح الوطن العربي. طب تعالوا نشوف بقى واحدة واحدة كده الجبال، الهضاب، السهول، الوديان اللي موجودة في وطننا العربي شكلها عامل ازاي، وبتتحرك بشكل عامل ازاي، وهي موجودة فين بالظبط. لو بدأنا بالجبال هنلاقي ان انا عندي نوعين من الجبال، في جبال زي ما شفنا جبال التوائية وجبال انكسارية. طب الجبال الالتوائية دي هلاقيها فين؟ تعالوا بقى كده على خريطة الوطن العربي، هنروح على الخريطة عشان نوزع عليها الكلام ده بعد اذن حضراتكم، نجيب للولاد الشاشة. ده الوطن العربي، هنلون لونين، اللون الاحمر ده هنحط فيه الجبال الانكسارية، اللون الازرق هنحط بيه الجبال الالتوائية. تمام، يبقى احنا الاحمر ده هنمثله بالجبال الانكسارية، اما الازرق فهنلونه باللون الجبال الالتوائية. طيب تعالوا نشوف كده الجبال الانكسارية الاول. انا عندي جبال انكسارية زي جبال الشام في الجزء ده كده، دي جبال انكسارية، وفي عندي جبال البحر الاحمر في مصر والسودان بنسميها جبال البحر الاحمر. لو رحنا في شبه الجزيرة العربية هنلاقيها جبال الحجاز وعسير في الجزء ده. يبقى انا عندي جبال انكسارية زي جبال الشام وجبال البحر الاحمر. طيب لو رحت للجبال الالتوائية هلاقي عندي جبال كردستان وزاجرس، الجبال دي جبال التوائية، دي مكانها، شايفين مكانها فين؟ جبال كردستان وجبال زاجرس. وفي عندي كمان جبال عمان في الجزء ده كده، جبال التوائية. طب في عندي جبال أطلس، ادي جبال أطلس، أطلس التل وأطلس الصحراء، أطلس التل اللي فوق وأطلس الصحراء اللي في الجنوب، وبينهم هضبة اسمها هضبة الشطوط. يبقى أنا عندي الجبال الالتوائية اللي هي واخدة اللون الأزرق، جبال كردستان وجبال زاجرس، وعندي كمان جبال عمان وجبال أطلس، دي كلها جبال التوائية. أما الجبال الانكسارية عندنا جبال الشام وجبال البحر الأحمر. ده بالنسبة للجبال في وطننا العربي، ودي شكلها على الخريطة. تعالوا بقى نروح للشاشة كده، ادي جزء من خريطة الوطن العربي، ده الجزء بتاع المغرب العربي اللي بتكون فيه جبال أطلس اللي بتمتد من الغرب للشرق واخدة الشكل ده كده. زي ما قلنا في جبال أطلس التل وأطلس الصحراء وبينهم هضبة الشطوط، ده بالنسبة للجبال الالتوائية اللي هي جبال أطلس. في عندي كمان جبال انكسارية زي جبال البحر الأحمر، قلت لكم ادي جبال البحر الأحمر في مصر والسودان، وبتسمى جبال الحجاز وعسير في شبه الجزيرة العربية ومرتفعات اليمن. أما في جبال الشام هي أيضا من نوع الانكساري اللي موجودة على ساحل البحر المتوسط في لبنان، ده بالنسبة للجبال الانكسارية. طيب لو رحنا للهضاب هنلاقي ان الهضاب دي عبارة عن اراضي متسعة مستوية السطح او شبه مستوية.
اللي يميز الجبل عن الهضبة حاجة مهمة قوي يا اولاد، تعالوا كده نبص عليها. هما الاثنين مرتفعات، يعني الجبال والهضاب كلاهما مرتفعات، يعني تندرج تحت قصة التضاريس المرتفعة. اللي ما يخلينيش اقول على المكان ده جبل واقول عليه هضبة هو شكل المكان. الجبال لو احنا بصينا كده هنلاقي ان الجبال عبارة عن اراضي مرتفعة ولها قمة. عشان اقول ان دي جبال لازم تزيد عن 1000 متر ولازم تكون ليها قمة، ده شرط اساسي عشان اقول ان ده جبل. لكن الهضبة لا، هي اراضي مرتفعة ممكن تكون 500 متر او اكتر على فكرة، بس الهضبة اراضيها ملهاش قمم، فبلاقيها مستوية السطح او شبه مستوية. تعالوا نشوف شكل الهضبة كده على الشكل التخطيطي اللي انا هرسمه لكم ده. ده بالنسبة للهضاب، اراضي مرتفعة اهو مستوية السطح او شبه مستوية. طب امال الجبال؟ لا، الجبال عبارة عن اراضي عظيمة الارتفاع وليها قمة، لازم يكون ليها ايه؟ لازم يكون ليها قمة، دي قمة الجبل. طيب احنا شفنا الجبال، طب نشوف بقى الهضاب. انا عندي الهضاب في الوطن العربي بتنقسم لقسمين، هضاب في الجناح الافريقي وهضاب في الجناح الاسيوي. في الجناح الافريقي عندنا هضبة واحدة وعليها شوية هضاب. الهضبة الواحدة الوحيدة اسمها هضبة شمال افريقيا او الصحراء الكبرى، دي هي دي، وعليها برضو في بعض الهضاب زي هضبة الصحراء الشرقية عندنا في مصر وهضبة الصحراء الغربية وهضبة الشطوط اللي موجودة في المغرب العربي. فكل ده اسمه هضبة الصحراء الكبرى او هضبة شمال افريقيا، بتمتد من البحر الاحمر شرقا حتى المحيط الاطلنطي غربا. تعالوا كده نبص عليها موجوده فين على الخريطه. لو جينا كده بصينا على الخريطه بتاعتنا هنلاقي ان كل المساحه دي كلها كده بتاعت الوطن العربي اللي من اول البحر الاحمر لحد المحيط الاطلنطي، كل دي اسمها هضبه شمال افريقيا او هضبه الصحراء الكبرى. طيب امال الجناح بقى الافريقي الاسيوي، يعني احنا لو جينا هنا وحطينا كده هنلاقي ان دي اسمها هضبه الصحراء الكبرى او هضبة شمال افريقيا، هي هي، يعني عايز تقول دي ماشي دي ماشي مفيش مشكلة. طب ده عشان الجناح الافريقي هو ده. لو رحنا بقى الجناح الاسيوي الحتة بتاعتنا دي هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها ثلاث هضاب، في هضبة نجد وفي هضبة حضرموت وفي هضبة بادية الشام. ادي نجد وادي حضرموت وادي بادية الشام. نقدر نستنتج منها كده انه بادية الشام في الشمال، نجد في الوسط، حضرموت في اقصى جنوب شبه الجزيرة العربية، وكل دول على بعضهم كده اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية، بس عليها التلات هضاب. الهضبة الاولى بادية الشام في الشمال، نجد في الوسط، حضرموت في الجنوب. ودي الخريطه اللي قدامنا، لو حابين نشوفها هنلاقيها موضحه، وهنلاقي الخريطه دي على فكره موجوده معانا في كتاب المدرسه. ادي هضبه بادية الشام، وادي هضبه نجد، وادي هضبه حضرموت اللي في الجنوب اللي في اليمن ومرتفعات اليمن. طب ده بالنسبه للهضاب اللي اتكلمنا عنها. لو رحنا بقى للواحات، الواحات دي عباره عن ايه؟ اراضي منخفضه بتعتمد الزراعه فيها على مياه الابار والعيون، وهي اصلا ارض خضراء وسط الصحراء زي ما احنا عارفين. الواحات دي الناس بتزرع فيها اعتمادا على المياه الجوفيه اللي هي مياه الابار والعيون. في ابار وعيون في وطننا العربي فيه بنسبه كبيره جدا، لان معظم الاراضي بتاعتنا 80% من الوطن العربي مساحه صحراء، فبالتالي هنلاقي فيها تركز كبير جدا للمياه الجوفيه. وعشان كده هنلاقي فيه بعض الواحات الموجوده في الوطن العربي زي واحه الكفره في ليبيا وواحه سيوه في مصر، دي من ابرز واهم الواحات الموجوده عندنا في وطننا العربي. لو بصينا كده على شكل الصوره اللي معانا هنلاقي ان الواحات دي عباره عن ارض خضراء وسط الصحراء، زي ما انتم شايفين كده صحراء على الجانبين، بس في عين ميه خرجت من باطن الارض لسطح الارض خلت المكان ده بيتميز بوجود زراعه على جانبي هذه الهضبه. فاحنا عندنا من امثله الواحات دي في مصر واحه سيوه، في ليبيا واحه الكفره، والزراعه فيها بتقوم اعتمادا على المياه الجوفيه اللي هي مياه الابار والعيون. في عندي حاجة كمان اسمها الأودية الجافة. يعني ايه وادي جاف عشان نبقى بس فاهمين ونميز بينه وبين الوادي اللي فيه مية؟ الوادي الجاف ده عبارة عن أودية كانت زمان مملوءة بالمية زي وادي النيل كده، بس نتيجة حركات الجفاف أو الظروف المناخية الصعبة مرت العالم بفترة جفاف كبيرة، فالأودية الجافة الأودية دي جفت من المية مبقاش فيها مية، فبقت أراضي منخفضة كده تيجي السيول بعد كده
تنزل من الجبال على الاراضي المنخفضه اللي هي الاوديه دي، فتحولها لانهار قصيره كده صغيره. بس الانهار دي مش مستمره، ليه؟ لانها على طول بتتبخر بفعل درجه الحراره الشديده، لانها بتكون داخل الصحاري. فانا عندي اوديه جافه في الوطن العربي. تعالوا كده نبص على شكل الوادي الجاف، في منطقتين مرتفعتين اهم قدامكم على الشاشه، وفي منطقه منخفضه هي دي الوادي الجاف. لو لقينا كده الاوديه الجافه هنلاقيها ان دلوقتي ليها فوائد كبيره، زي ان احنا بنستخدمها لطرق المواصلات او للحصول على المياه الجوفيه، وزي وادي العلاقه في مصر. الناس فينا اللي ساكنه في الصعيد او في البحر الاحمر عارفه الموضوع ده قوي. واحنا ماشيين كده في طريق البحر الاحمر او عند مدينه الغردقه بنلاقي ارشادات كده، علامات يقول لك ايه، احذر مخرات سيول. اول ما يقول لك احذر مخرات سيول اعرف ان انت ماشي في وادي جاف. ليه وادي جاف؟ لانه منطقه منخفضه من منطقتين مرتفعتين، فلما الامطار بتنزل بتنزل من على المرتفعات دي، فبتغرق الاوديه دي فبتتحول لانهار قصيره. ففي مواسم الامطار والسيول الشديده الاوديه دي، على فكره والناس اللي في الصعيد عارفه الموضوع ده جدا، بتتقفل الطرق دي وما بتنفعش تستخدم. لكن في الاوقات العاديه اللي ما فيهاش سيول، المناطق بتاعت الاوديه الجافه دي اقدر استخدمها في اني اعملها طرق للمواصلات، بتتسفلت وتتعمل طريق للمواصلات سهل جدا، لانها بتبقى منطقه منخفضه عن ما حولها. كمان ممكن استخدمها لتخزين المياه الجوفيه. ازاي؟ انا عندي لما بتحصل سيول بتنزل في المناطق المنخفضه دي، فبحفر الابار الاليه انا ممكن احفر بير في المنطقه دي، بحيث ان المايه لما تنزل بفعل السيل تتخزن في البير ده، فاقدر استخدم المايه دي بعد كده للشرب او للري في الاماكن اللي فيه قريبه من الاوديه الجافه. يبقى ممكن يجي يقول لي للاوديه الجافه مميزات او للاوديه الجافه اهميه، هقول له بستخدمها في حاجتين، طرق للمواصلات وتخزين المياه الجوفيه. ده بالنسبه للاوديه الجافه. طب عندي مظهر تاني من مظاهر السطح في الوطن العربي اسمه السهول. السهول يا اولاد عندنا ثلاث انواع، تعالوا كده نبص عليهم سريعا. انا اصلا السهول دي عباره عن اراضي منبسطه زي ما احنا شفنا على الشاشه كده، تتميز باستواء السطح، عشان كده بنسميها اراضي سهليه. سهله سهله يعني ايه؟ ما فيهاش مرتفعات ولا منخفضات. طب انا عندي السهول كام نوع؟ ثلاثة. عندي سهول بسميها سهول ساحليه، وعندي سهول بسميها سهول فيضية، وعندي سهول صحراوية. طب ايه الفرق بين التلاتة؟ لو انا عند النهر تبقى سهل فيضي، لو انا ماشي عند النهر يبقى الجانبين دول، ادي جانب وادي جانب وادي النهر في النص اهو، دي سهول فيضية. طب لو انا عند البحر، ادي البحر وادي الرمال الشاطئية اللي موجودة على البحر، الحته دي الرمال دي اسمها سهل ساحلي. طيب لو انا جوه الصحراء، يعني انا لو في اراضي صحراويه، يبقى ده سهل صحراوي. يبقى السهول ساحليه فيضيه صحراويه. تعالوا كده نميزهم على الوطن العربي، تعالوا كده على الخريطه هنلاقي ان السهول الساحليه دي السهول القريبه من الساحل، زي ساحل البحر المتوسط. ممكن نطلع على الشاشه بعد اذنكم. ادي سهل البحر، سهل الساحلي للبحر المتوسط، ادي لون الاخضر ده. وفي عندي سهول ساحليه تانية زي سهول ساحليه البحر الاحمر والخليج العربي. في سهول فيضيه تاني، سهل نهر النيل، دجله والفرات، جوبا وشبيلي، دي سهول فيضيه. اما السهول الصحراويه فدي السهول اللي داخل الصحاري، زي سهول الصحراء الكبرى بانواعها. طب السهول الفيضيه زي ما قلنا كده كونتها العوالق الموجوده في الانهار، ودي بتعتبر مصدر مهم جدا من مصادر الزراعه في الوطن العربي، وبتتميز كمان بان فيها ارتفاع في عدد السكان. ممكن اجي اقول لك ايه العلاقه بين عدد السكان والسهول الفيضيه؟ ترتفع عدد السكان في وجود السهول الفيضيه. السهول الساحلية مهمة جدا للوطن العربي، لأن بستخرج منها الثروة المعدنية وكمان بستخدمها في الزراعة، ودي زي ما شفنا على الخريطة البحر الأحمر والمتوسط والخليج العربي. السهول الصحراوية دي كونتها الرياح بفعل التعرية الهوائية، نحت ونقل وإرساب، وهلاقيها غالبا عبارة عن صخور رملية وإرسابات رملية. ده بالنسبة للسهول الساحلية والفيضية والصحراوية. يبقى احنا النهاردة اتعرفنا على تضاريس وطننا العربي، وعرفت ان فيها جبال، سهول، اودية جافة، وكمان واحات وهضاب، ودي بالنسبة للتضاريس في الوطن العربي اللي شكلتها عوامل داخلية
اللي هي العوامل الباطنيه والعوامل الخارجيه. النهارده عندنا واجب، عندنا واجب اللي هو حل تدريبات كتاب المدرسه على درس تدريس الوطن العربي. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في حلقه التاريخ. الى اللقاء.